السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية من نصف النهائي في سلسلة مين أفضل مجموعة ثنائية. نصف النهائي في مقطع اليوم اللي حيفوز فيه حيتأهل للنهائي وحيواجه مجموعة هرقل والسمندر اللي فازت في الحلقة الماضية. وإذا حابين تشوفوا كيف هذه المجموعة قدرت تفوز على مجموعة الشجاع وبراثن، تخيلوا الشجاع النفاذ وبراثن الوحدة، مجموعة هرقل والسمندر فازت على هذه المجموعة القوية، تخيلوا انتوا يا جماعة. ادخلوا على القناة على قوائم التشغيل حتلاقوا سلسلة مين أقوى وأفضل مجموعة ثنائية، ادخلوا عليها حتلاقوا كل الحلقات مترتبة من أول حلقة إلى حلقة اليوم. قبل النهائي الأكبر واللي حيكون بين مجموعة هرقل والسمندر والمجموعة اللي حنتعرف عليها في مقطع اليوم حينزل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم، فترقبوا يا جماعة وحقول لكم تفاصيل أكثر في المنتدى. هنا قبل أن نبدأ ونتعرف على مين أفضل مجموعة ثنائية في نصف النهائي الثاني من هذه السلسلة الرهيبة، يا جماعة أباكم كلكم دحين تنزل تحت في صندوق الوصف حتلاقوا رابط متجر سويت تويز، أدخلوا عليه حتلاقوا كل الألعاب اللي تبغوها ومن جميع الأجزاء وبأفضل الأسعار ومن أفضل الشركات، وحتى الشركة الأصلية اليابانية تكابا تومي حتكون موجودة في متجر سويت تويز. طبعا هذا هو متجرنا، حتلاقوا فيه جميع الألعاب اللي تبغوها زي ما قلت لكم، وبرضه حلبات وجز الإطلاق وعن الإكسسوارات بشكل عام حتلاقوها هناك، وكمان حتلاقوا منتجات رهيبة ثانية حاليا هذه المنتجات تكون موجودة ترند في السعودية أو حتى في دول الخليج، حتلاقوها في متجر سويت تويز. طبعا أكثر منتجات الألعاب الترند أو الأشياء اللي هي زي كذا ترفيهية وكذا حتلاقوها موجودة في المتجر، فاسمه متجر سويت تويز وتصيغه مدعو عالم، جميع طرق الدفع الإلكترونية موجودة وتسوق ممتع. المجموعة الأولى في نصف النهائي طبعا لكل المجموعات المتيدية يا جماعة زي ما تشوفوا هنا، المجموعة هذه فيها ويبل الجرح المتجدد ويبل السيف الكاسر، فتحناها قبل كذا في السلسلة يعني فتحناها في واحدة من المقاطع، وكمان فتحناها بشكل منفصل قبل حوالي شهر، فادخلوا القناة حتلاقوا المقطع، المقطع نزل قريب مو مرة بعيد اللي هو فتح علبة مجموعة السيف والجارح. فيا جماعة هذه المجموعة فيها ويبل دفاعي ويبل هجومي، حاول وصلوا ان انا بعطيكم اهم الاشياء عن المجموعه وخلاص كذا بشكل سريع، ما نبي نطول في المجموعات، نبي نبدا نزلات على طول. المجموعه الثانيه والمرشحه بشكل جدا قوي للفوز بافضل مجموعه ثنائيه مجموعه اخيل الاخير وشجاع البركاني، طبعا من تي دي يا جماعه، الببلين اخيل ب 105 الشجاع ب 104 والمجموعه فيها يعني مقابض وجه اطلاق كل شيء، الشجاع طبعا هجومي اخيل متوازن والاثنين دوران يميني، فمجموعه صراحه يا جماعه قويه والبلاب اللي فيها مره اقوياء. الحين يا جماعة خلونا نبدأ بالنزالات، لا تنسوا اللايك. شوف المقطع يا جماعة ان كل بلابل دوران يميني، فما في ولا واحد من هذول الاربعة دوران يساري. شوف مقطع اليوم ان احنا نازل هجومي ضد الدفاعي، هجومي ضد المتوازن او المزدوج. نزال اخيل والسيف الكاسر وخلونا نشوف مين حيفوز. وفاز السيف باخراج اخيل خارج الحلبة. نتيجة غير متوقع ابدا، 1-0 للسيف اللي جمع 3 نقاط اول هو الفايز. وحيكون في نزال حاسم في الاخير من الفايز في النزال الاول والفايز في النزال الثاني، حيلعب في الاخير نزال حاسم حيكون من 5 نقاط او اللي جمع يعني 5 نقاط هو الفايز. الثانية اخيل او السيف يا جماعة، ما انا متخيل انه مجموعة الشجاع لا فاز السيف، متخيل مجموعة شجاع البركاني واخيل الاخير حيخرج من البطولة، مستحيل كيف كذا. أول جولتين كان على الوضعية المرتفعة والنمط المرتفع فبنخليه على النمط المنخفض. كيف حسم النزال حرفيا. أخيل لازم تصمد، لازم تفوز يا أخيل، لا يا أخيل فوز يا أخيل، خسر أخيل بقوة الدوران. كيف فاز بنتيجة 3-0 يا جماعة، تخيلوا. النزال الثاني واللي حيكون بشجاع بركان الهجومي اللي طبعا يبغى يرجع مجموعة للصدارة والانتصار، والجارح المجدد البيبل الصعب جدا. الشجاع حيفوز ولا لا؟ خرج لحاله، لا ما حسبها ما حسبها يا جماعة مستحيل. حالة الجو الأولى حلو الضربة الشجاع، يا سلام يا شجاع 1-0 في الجولة الأولى. الجولة الثانية ترى الجابح في أول جولة كان عنده كليكين، هذا احنا نعرفه. الجولة الثانية والله الشجاع مستحيل تحطمه بخبج وخبج حلبة أحسن. اوكي حيخسر الشجاع، مستحيل يفوز الشجاع لو ايش خلاص الجارح مستحيل يخسر يعني بقوة الدوران، والشجاع مستحيل يفوز بقوة الدوران، الشجاع يا حطم يا خارج خارج حلبة، ما في حل ترى هذا. واو احس بيرس بس الحلقة مفكت حاليا 1-1 والنزال ممتع جدا يا جماعة. الثالثة شجاع سويها شجاع، صعبة 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 مرة يا جماعة، لا خسر الشجاع 2-1 للجارح. اللي بعدها الجارح شجاع، هذا غلط مني، يلا شجاع
هو بما انه يا جماعة داب كذا حول الحلبة فحيخسر طاقة وحيخسر النزال، وفعلا خسر النزال وفاز الجارح بنتيجة 3-1، وفاز السيف بنتيجة 3-0، في المجموع 6-0. فاللي حيصير دحين انه السيف حيواجه شجاع في نزال حاسم، اللي حيفوز بينهم هو اللي حيحدد المجموعة المتأهلة. بس النتيجة ترى 6-1 للسيف، لانه الجارح فاز بثلاثة والسيف فاز بثلاثة، فسافة 6-1 للسيف. تخيلوا يعني حيبدأ نزال 6-1 للسيف، وطبعا اللي حيفوز هو اللي حيجمع 5 نقاط، فلازم الشجاع يفوز في كل الجولات. تخيلوا يا جماعة. يا ساتر، انتهى كل شيء خلاص. مع ان الضربات كانت قوية، الا انه السيف بضربة واحدة خفج خارج الحلبة، يعني ضربة واحدة كذا قوية خفج خارج الحلبة. الجولة الثانية، ما تدري ممكن الشجاع يسوي بيرس. اوكي 1-1، الشجاع متحمس. الجولة الثالثة، اوه ماي جاد، خلاص انتهى حرفيا الحين، انتهى كل شيء. 2-1 للسيف. الجولة الرابعة، خلونا نشوف اي بلبل هجوم حيفوز بقوة الدوران. اعتقد الشجاع حيسويها، بس لو ما صقع في السيف حيسويها الشجاع. اوكي، وفعلا فاز بدون ما يصقع في السيف، 2-2 الحين. حلو، كنت بقول لكم والحين مع الجولة الخامسة اورمي بس طاح، حب انه هو يطيح. والحين مع الجولة الخامسة والاخيرة، واللي فاز فيها السيف، لانه اساسا ما في فايدة حتى لو عدت النزال. يا جماعة دقيقة، خلونا الشجاع مرة ثانية راح يفوز السيف اتوقع. اوه ماي جاد، شجاع جد السيف. فانتهى المقطع يا جماعه، شكرا على المشاهده، نسيت لكم شكرا على التنبيهات. مفاجاه من مفاجات مقاطع هذه السلسله. تخيلوا المقطع اللي قبل، مجموعه شجاع النفاث وبراثي الوحده خسر مجموعه السمندر وهرقل، يعني هرقل لحاله كذا خسر مجموعه بلاب النفاثه. دحين السيف الكاسر يخسر شجاع النفاث واخيه الاخير اللي يعتبره من اقوى البلابل. فمفاجاه صراحه اللي صارت يا جماعه الحين، وانتظروا النهائي، حيكون نهائي المفاجآت. ولا تنسوا اللايك والشير وتفعيل جرس التنبيهات، ورابط المتجر سويت توس حيكون تحت في صندوق الوصف. تسوق ممتع، وبس مع السلامه.